هذا السائل يقول: حكم من لا يثق في الطب الحديث ويحاول أن يعالج أمراض كالسرطان بالطب النبوي فقط، أليس هذا جنون؟ أولا فيه نزاع بين العلماء في قضية التصرفات النبوية في أفعاله صلى الله عليه وسلم التي لم تتأيد بالوحي على أنها وحي من الله عز وجل، هل تعتبر لا سيما في الطب وفي أمور الحرب والسلم وفي التصرفات الدنيوية، هل تعتبر وحيا من الله عز وجل فيعتبر سنة من السنن أو مشروع من المشروعات؟ فيه نزاع. الأقرب الله أعلم أن الأفعال النبوية أنها على أمور العادة التي لم تأتي في عبادة ولا طاعة، ولم تأتي في تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع العام كالذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحدود وأحكام الجنايات وأحكام المعاملات وغيرها. فالأقرب أن مثل هذه المسائل هي من مسائل العادات التي تخضع للتجربة في كل زمن. فلذلك الذي أعرفه أن الطب الحديث لا شك أنه لا مقارنة فيه بينه وبين الطب العربي وطب العرب القديم الذي كان قبل الإسلام واستمر أيضا بعد الإسلام واستمر إلى الوقت الحاضر، لكن لا يمنع أيضا أن هناك بعض الطب الشعبي والطب العربي مكملات غذائية وأشياء نافعة وينصح بها الأطباء المحدثون والأطباء القدامى، لا بأس بذلك أن يستفاد منه، ولكن أيضا بوصية طبيب، الله أعلم.